من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم اسم الله الوهاب، ورد ذكره في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. مرة في سورة آل عمران في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورد ذكره برضو اسم الله الوهاب مرتين في سورة صاد. طيب المادة في اللغة العربية، مادة وهبة، بتدل على إيه؟ بتدل في اللغة على العطاء بلا مقابل، العطاء بلا مقابل. الهبة إنك تجعل ملكك لغيرك من غير مقابل ومن غير غرض، يعني هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. يعني إيه؟ العوض زي مثلا ما تيجي تبيع شيء، أنت هتبيع حاجة فهتاخد تمنها وهتبيع الشيء اللي معك، ده عقد بيع. إنما لما تهب إنسان شيء هتهبه بدون مقابل، بدون ما تاخد حاجة. وكمان اللي بيهب الإنسان المفروض بيهب وما عندوش غرض في هذا الأمر، دي قمة معنى الهبة. زي عطية الوالدين للأبناء، الأب والأم منتظر إيه من ابنه؟ لا شيء. عطية، هبة، عطايا بدون انتظار مقابل. وهكذا معنى هذا الاسم الشريف الوهاب في حقه تعالى بيدور على معاني كتيرة جدا، منه إنه سبحانه وتعالى كثير النعم والعطايا، كثير المنن، دائم العطاء. وهذا العطاء الإلهي هو ده بقى قمة، لأن الله له الكمال في كل شيء. العطاء الإلهي خالي عن العوض والغرض، أنت اللي منتفع في كل حال، لأن الله لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي. وسبحانه وتعالى بيعطيك من عطاياه بلا حساب، وهو سبحانه كثير اللطف والإقبال، فيعطي من غير سؤال. فماذا لو سألنا؟ إذا كان بيديك من غير سؤال لأنه الوهاب، فماذا لو سألت الله الوهاب؟ وهو سبحانه وتعالى في كل عطاياه متفضل، ينعم على عباده بلا سبب ومن غير أن يجب عليه شيء. هذا عطاء، هي هبات بلا طلب وهبات بلا سبب. سبحانه وتعالى العاطي الوهاب، سبحانه هبات الله عظيمة ومتنوعة على الإنسان وعلى الخلق أجمعين. ومهم إن العبد في سيره إلى الله يستشعر عظم هبات الله تعالى. هو سبحانه كثير الهبات وعظيم الهبات. إذا أعطى الوهاب يبهرك، متنوع العطايا سبحانه وتعالى. وأول هباته إيجادك من العدم إلى حيز الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ربنا اللي خرجك وخلقك سبحانه وتعالى وأمدك، فأول هبات الله إخرجنا من العدم إلى حيز الوجود. ولأنه سبحانه وتعالى الوهاب كثير العطايا عظيم المنن، ينعم على العباد بلا سبب وحيلة. هو سبحانه يغفر ذنبا، يعني سبحانه يفرج كربا، سبحانه يجبر كثيرا، يغني فقيرا، يشفي سقيما، يعلم جاهلا، يهدي ضالا، يرشد حيرانا، يطعم عقيما من حيث لا يدري ولا يحتسب ذلك العقيم، يسلي صابرا، يزيد شاكرا، يقبل توبة تائب، ويجزي محسن، ويعطي محروما، وينصر مظلوما، ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفا. جل جلال الله الوهاب. كل إحسان للعباد ينطلق من أسمائه تعالى وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العليا. كل هذا إنما هو من هبات الوهاب سبحانه وتعالى، يعطيها عباده من غير عوض ولا مقابل. ومن هبات الوهاب هبات دينية وأخرى دنيوية. ومن أبرز الهبات الدينية نعمة الهداية،
والهداية نوعين، هداية الدلالة والإرشاد، ودي من أعظم العطايا الربانية، وهو إنه يدلك عليه، فأرسل الرسل والرسالات السماوية لدلالة الخلق على خالقهم، وإن الرسل يبينوا للناس طريق الرشاد وطريق الغي. ده طريق الرشاد والخير، امشوا فيه، وده طريق الغي ما تمشوش فيه، وأنه لا إله إلا الله اعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وربنا سبحانه وتعالى من عطاياه إنه بيرسل الرسل وينزل الكتب، لأن الله تعالى لن يدخل أحدا النار إلا بعد ما يبين ليهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والنوع الثاني من الهبات الدينية، احنا قلنا هداية الإرشاد، وفي هداية بقى التوفيق، اللي من رزقه الله الهداية رزق حقيقة السعادة في الدنيا والآخرة. إنك مؤمن موحد دي هبة عظيمة. كم واحد تايه في الدنيا دي، توه نفسه والنور قدامه، والله كل شيء في الوجود ناطق بالتوحيد بأنه لا إله إلا الله. ناس كتيرة مش حاسة بنعمة الإيمان، دي نعمة وهبة عظيمة جدا، يعني نعمة الهداية والتوفيق للهداية. وبعد ما الإنسان بقى، أو الإنسان بيبقى بيكون من أهل الإيمان، أو بعد أن يدخل فينضم إلى أهل الإيمان، الترقي بقى في كمالات الإيمان وهباته التي لا تنتهي. كل ده هبة عظيمة، إنك تصحى وإنك أنت إنك موحد، وإنك تقوم تصلي صلواتك، وإنك بتذكر الله الحق وتؤمن بالله الحق، وتشهد بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنك عارف الطريق الصح بتاعك، الهداية للخير والصح، وأنك ماشي في الطريق الصح. ده توفيق وهبة عظيمة من الوهاب، ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك، فلابد أن تستشعر نعمة أنك مؤمن وموحد. نعمة مهمة، الحمد لله على نعمة الإسلام. أما عن الهبات الدنيوية من الوهاب سبحانه وتعالى، الحقيقة هي كتيرة ومتداخلة وشمولية، بتشمل الخلائق كلها، مش الإنسان بس والحيوان بس، ده بتشمل كل العوالم، عالم الملك اللي احنا، عالم المشاهدة اللي احنا بنشوفه بعينينا، وعالم الملكوت اللي غايب عننا. الله الوهاب شمل جميع الخلق بعطاياه. فمن هبات الدنيا اللي ربنا اداها لنا، ونضرب مثل علينا نحن البشر، هبة الأزواج والذرية، دي هبة عظيمة، ودايما بيستعمل معاها من هذا الأصل وهذا الجذر، هب ووهب، سبحان العاطي الوهاب. واللي بيتتبع لفظ وهبنا في القرآن الكريم يجد قبلها دعوة أجيبت. ومن ذلك وإيه كمان بقى؟ عطاء خاص، مش عطاء عادي، عطاء يحس الإنسان إنه شيء صعب يحصل. فالوهاب كل ذلك على الله يسير، يدي يدي بغير حساب وبلا سبب وبلا حيلة من ذلك المخلوق. من ذلك ما جاء في دعاء نبي الله زكريا في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا الوهاب ربنا سبحانه وتعالى. طبعا سيدنا زكريا رجل كان طاعن في السن، وزوجته عاقر، والمسألة في دنيا الناس وبقانون الناس مستحيلة، لكن يدعوننا رغبا ورهبا. هم عارفين إن هم يدعون الملك الوهاب الرزاق. شوف الإجابة لما قال له: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله يقول: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. شيء مستحيل
انت معتقد انه مستحيل بالنسبه لك انت المخلوق الضعيف، لكن بالنسبه لله الحق الوهاب خالق كل شيء مفيش مستحيل. فسلي الله باسمه الوهاب. استحضار اسم الله الوهاب في حياتنا يقتضي شكر الله على هباته، دوام الشكر حتى على الامور اللي انت مش حاببها او مضايقاك او مزعلاك او تثير فيك الحزن. الله الحميد الذي يشكر ويحمد على كل شيء، لازم دوام الشكر، لانه الضر او الشيء اللي انت شايفه بيوجعك او بيضرك هو حقيقته في قلب الرحمة. لذا الله الحميد يحمد على كل شيء. استحضار اسم الوهاب يملي عليك كثرة الحمد والشكر. لذا أمر الله عباده الذاكرين أن يكثروا من ذكره ويداوموا على شكره، فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لابد من ظهور آثار نعمة الله على العبد على لسانه بدوام الشكر، بدوام الحمد، وقلبك يبقى راضي وحامد حقا وصدقا، وجوارحك تشكر ربها بأنها ماشي على الصراط المستقيم. كل ده يقتدي وغيره مع استحضار اسم الله الوهاب، أن نسأل الله الوهاب دوام النعم علينا. السلب بعد العطاء والنقصان بعد الزيادة شيء تقيل على نفس الإنسان. يبقى بحمد الله باللسان وأشكره بالجوارح. عمله آل داود شكرا، ترجمة الحمد بالقلب واللسان إنه تنقاد الجوارح إلى مرضاة الرحمن، عشان ما تسلبش النعم، وده أمر تقيل على النفس. دوام الشكر يزيد النعم، النعمة وجودها مقيد بالشكر. لا تسلب منك النعم، وهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال اتكلم عنه، الحور هو الحور الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما نقول أحوال النبي الشريفة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا على ذكر الله. شوف بقى هو مسافر كان بيعمل إيه. إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، يعني من شدة السفر، من صعوبة السفر، وكآبة المنقلب، إنه يرجع لأهله فيجد سوءا في ماله أو أهله، ويستعيذ من الحور بعد الكور. الحور يعني النقصان، الكور يعني الزيادة، فيستعيذ من الحور بعد الكور. فكان يتعوذ من النقصان بعد الزيادة، ويتعوذ من تغير الحال من الطاعة إلى المعصية. فكان دعاءه شامل جامع، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ويتعوذ صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، إنه لا يقع في ظلم إنسان فيدعو عليه مظلوم، ويتعوذ من سوء المنظر في الأهل والمال صلى الله على سيدنا ومولانا محمد. من أجل ذلك وغيره كان النبي يكثر من الشكر ومن دوام يسأل الله دوام النعم. عشان كده الصالحون كان يقولوا لنا: اللهم اكفينا شر السلب بعد العطاء، وادعوها الدعوة دي. احنا في شهر الطلب، خلاص أيام قلائل وليالي قلائل، ويمضي شهر البركة والنور والغفران. الصالحين كانوا بيكتبوا الدعوات ويعدوها لشهر الطلب، شهر رمضان. ادعوا: اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء، اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء، اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء، إنك أنت الوهاب. من أجل أنواع شكر الله الوهاب على نعمه، واللي معاه يزود النعم ويجعلها دائمة مع الإنسان بإذن الحي الباقي، السعي للعطاء والبذل
والهبة لمن يستحق ذلك. التعبد باسم الله الوهاب يستلزم أن يكون للعبد حظ من هذا الاسم الشريف. الوهاب من العباد، هو الذي يعطي خلق الله ما يحتاجون إليه. ليه صيغة الوهاب؟ طبعا الوهاب من العباد على قدر الطاقة البشرية هي صيغة مبالغة. لما واحد يدي إنسان شيء، مثلا يدي إنسان طعام، فنقول ده واهب، اسم فاعل، اداله طعام، شوية وراح جايب له ملابس فاداله الطعام واداله الملابس، شوية وأهداه مثلا أقلام وأوراق إن كان طالبا للعلم أو أي شيء بيحتاجه. يبقى مش واهب حاجة واحدة، لما اداله حاجة واحدة واهب اسم فاعل، لما اداله أكتر من حاجة بقى وهاب فعال، أي كثير العطاء. طب لو واحد جاء ادى الواحد جاب له مثلا ساعة قيمة جدا وغالية جدا جدا، برضو وهاب لأنه اداله شيء قيم وثمين. فالعطاء المتنوع الكثير والعطاء العظيم، واحنا بنضرب مثل. فالإنسان يتعبد باسم الله الوهاب، يدي الناس المحتاجة، يدي وهو طمعان في ثواب الله، يدي وهو خايف من عقابه، يدي وهو راغب في الجزاء المقيم في جنة رب العالمين. قال مولانا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بتدي وبتتعلم وبتتعبد باسم الله الوهاب بالعطاء، ورجاءك من هذا العطاء أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى وتنال ثوابه العظيم الجزيل. إذا عرف العبد ربه باسم الوهاب وفقه وفهم معاني اسم الله الوهاب، دعاه بما يريد. الدعاء ده نعمة كبرى، ده من أجل النعم ومن أجل ما وهب الله لعباده. نعمة الدعاء عبادة، نعمة كبيرة قوي ومنحة عظيمة قوي، جاد بها المولى الوهاب وامتن بها على عباده. من أيسر العبادات وأقلها شروطا، ما فيش شروط خالص. أنت متى تحركت شفتك ودعوت الله خلاص أنت في الحضرة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة. وأرجع تاني أأكد وأذكر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جت في قلب باقية الآيات اللي بتتكلم عن الصيام، في قلبها جت آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إحنا في شهر الطلب، الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. دعا، شوف كده الموفقين من الصالحين من أنبياء الله الصالحين وعباده المؤمنين، عارفين المفاتيح والأسرار. إذا دعوا الله تعالى وذكروا بأسمائه وصفاته. شوف نبي الله سليمان عليه السلام دعا الله باسمه الوهاب، ودعوة عجيبة اللي دعاها سيدنا سليمان. ولما دعا الدعوة العجيبة الفريدة التي خص بها نبي الله سليمان أجيبت، لأنه دعا وسأل باسم الله الوهاب. يعني أقدر إني أدخل على أي شيء في الدنيا أنا شايفه مش شبه مستحيل، هو مستحيل بالنسبة لي كمخلوق، لكن ما فيش مستحيل بالنسبة للخالق. بجتهد وباخد بأسباب النجاح وبدرس كل الأمور، أشوف إيه أخطائي وصححها، وأسعى إلى الأخذ بكل الأسباب المتاحة، لأن ده تعبد. الأخذ بالأسباب تعبد، ودي حكمة إلهية كبرى. وأنا شايف إن وأنا باخد بالأسباب الأمر مستحيل، أقول ده مستحيل بالنسبة لي، لكن بالنسبة للوهاب مفيش مستحيل، هو الخالق العظيم. شوف سيدنا سليمان
كما حكى القرآن الكريم على لسانه يدعو ربه فيقول: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأوتي سيدنا سليمان ملكا عظيما، شيء عجيب، سخرت له الجن وسائر الكائنات. كان سيدنا سليمان يعرف منطق الطير ويعرف منطق، شوفوا النمل قصته مع النملة. سيدنا سليمان الجن ومرضة الجن مسخرين، والريح اللي كانت بتسخر لسيدنا سليمان فتحمل سفنه بسرعة وترجع بسرعة، فطوي له الزمان والمكان. ملك عضود قوي، أوتي سيدنا سليمان هذا الملك لأنه دعا الله وسأله باسم الله الوهاب، وملك عجيب، ملك عجيب فريد. وسيدنا زكريا افتكره سأل الله مع انعدام الأسباب باسمه الوهاب فرزق بيحيى وأصلح الله له زوجته عليهما السلام. كمان كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان دايما يقول كده النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، ربنا بقى أعطى وفتح وانتشر الإسلام وفتحت مكة المكرمة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى يقول سبحانك اللهم اللهم اغفر لي. الإنسان يبتدي أي دعاء بطلب المغفرة، رب اغفر لي سيدنا سليمان ابتدى بطلب المغفرة، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سبحانك اللهم اللهم اغفر لي إنك أنت الوهاب. مهما كانت أمانيك ومهما كانت الصعاب اللي بتواجهها ومهما كانت استحالة الأسباب ومهما كانت مطالبك سواء في الدنيا والآخرة، سلها كثير العطايا والهبات وثق بأن الوهاب كريم، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، إنه الله الوهاب جل جلال الله.